السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المستر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا إن شاء الله، عشان نقدر نواصل معاك وحل الامتحانات كلها اللي انت عايزينها. النهاردة هنقدم لكم ايه؟ حل ملحق كتاب جيم بتاع سنة كام؟ سنة أولى ثانوي. هنحل فيه ايه؟ الامتحان الرابع، محافظة المنوفية، إدارة أويسنا. والناس اللي بيسألوني على بقية الامتحانات اللي فاتت أنا حليتها كلها وسيبها لكم في صندوق الوصف، إيه اللي هو صندوق الديسكريبشن أسفل الفيديو، ادخل عليه على الرابط بتاع أي فيديو هتشوفه إن شاء الله. انتظرونا. نبدأ مع بعض كده للسؤال الأولاني في محافظة المنوفية. نمبر 1، ذا هوريبل أكسيدنت، الحادثة الفظيعة ديت، was the of high speed، السرعة العالية قوي. يبقى ايه الحادثة دي؟ كانت نتيجة لي result of. حد هيقول لي طب cause بتاخد of، بس المعنى هيبقى غلط. نمبر 2، راضي suffers from، راضي يعاني من، heart disease، مرض في القلب. doctors recommend، الاطباء يوصم، an urgent heart، عاجل ايه للقلب، operation، عملية. يبقى زرع قلب، عملية زرع transplant. نمبر 3، كريمنال، مجرم، انتو ماي بانك اكاونت، حسابي البنكي، يبقى اختراق، هاكد. نمبر 4، وات ديد يو، ديد يبقى وراها فعل في المصدر، بقى الاولى ما تنفعش. وات ديد يو نقط فروم ذيس بويم، ماذا انت من القصيده ديت، ماذا انت ايه درست ولا اتعلمت؟ هتبقى اتعلمت. نمبر 5، ساره سنت مي، ساره ارسلت لي اس ام اس جاست ناو. ها الحل بقى هيبقى ايه هنا؟ مع ان دي بدأ بإس ها وده حرف ساكن، انا الصح بتاعها ان. حد هيقول لي يا استاذ طب ليه دي فيها حته فنيه؟ الاس ديت بتتنطق ايه؟ اكنها يعني اكن بدأت بايه؟ بايه كده خفيفه، تمام؟ فعشان كده ايه اخترنا ان في الاختصارات، بس في الاختصارات بس من خلوها ان، زي مثلا ايه اكس راي، اكس راي اشعه اكس، صح؟ هتاخد ان برضك مع انها بدأ بايه؟ اكس حرف ساكن اهو، تمام؟ نمبر 6، which is dried grape، عنب مجفف، معروفة دي بقى سهلة خالص من الوحدة الأخيرة current، عنب مجفف اللي هو الزبيب يعني. نمبر 7، your blue jeans، جينز دي تعتبر كإيه؟ كجامع، خلاص؟ hung يعلق in the في الدولاب، يبقى إيه مبني للمجهول are، لو I have ما تنفعش مع ان جنس ما انها تنفع مع الجمع، بس عشان ندي معنى الايه المبني للمجهول، ام ويز وار والتصريف الثالث. نحل نمبر 8، از ذا وان هو وركس استرينيوسلي، استرينيوسلي يعني ايه؟ بقوه او بجد قوي يعني، يبقى ايه الشخص الكادح. هتبقى الاجابه عندنا هنا الاخيره خالص تويلر، ماشي؟ تويلر يعني شخص كادح. نمبر 9، امير بيكلم سمير، اي ام بريزنتلي في الوقت الحاضر انا شورت اوف ماني، ما عنديش ايه فلوس، عندي عجز في الفلوس. فهنا سمير قال له دونت بوذر، لا تتحير، اباوت ذات، ما تنزعجش يعني، اي نوت يو الون، لون يعني كارد، معنى كده ان ايه يعني بيعرض عليه وقرار سريع، يبقى ويل جيف، ويل زائد المصدر. انلايك ناو، على عكس الان، ماشي؟ يبقى بيحكي حاجة إيه قديمة. I not black coffee، القهوة دي قوي يعني إيه أنا ما كنتش متعود عليها، ماشي؟ wasn't used to، يعني مش غير معتاد على إيه، على شيء، تمام؟ إنما didn't used to دي هتيجي وراها فعل في المصدر، ده اسم هنا. نمبر 11، سوسو named، واحدة اسمها سوسو named her new born baby boy، سمت ابنها المولود الصغير الولد ده هير فاذر، سمته على اسم باباها. نيم افتر على طول، بص ده تعبير على بعضه، نيم افتر يسمي على اسم شخص، تمام؟ نكمل بقية الأسئلة. هي هاد، هو لديه نقط فيس، وجه، از هي هاد بين وركينج اول داي، لأنه كان بيعمل طول اليوم، عايز أقول إيه إن في وشه في نظرة تعب، يبقى تايرد لوكينج، تايرد لوكينج ده تعبير. نمبر 13، ذا ليتل جيرل، البنت الصغيرة، ميسنج داون داون داون، يعني ايه؟ يعني ذهبت في اعداد المفقودين يعني،
يعني اختفت، هتبقى ايه؟ went. تعبير على بعضه برضه، went missing اللي هي جو ميسنج في المضارع. نمبر 14 I always use، انا استخدم ذا كيمو فور ماي ليتل براذر كمال، اخويا الصغير كمال، فايه بستخدم ايه؟ الاسم دلع يعني نيك نيم، اسمه محبب ليه. 15 is a computer software، برنامج برامج كمبيوتر سوفت وير ديزايند، مصممه تو دامج، تدمر ذا واي، الطريقه اللي ايه الكمبيوتر وركس، الكمبيوتر بيعمل بيها، اللي هو الايه البرامج الخبيثه اللي هي مال وير. نمبر 16 اخر سؤال في الاختيار النهارده، دي صفحه 110، ذا اوف ذا بوليس، البوليس از تو انشور، يؤكد ذات او يتاكد ذات ذا لو از اوبيد، ان القانون ايه؟ ان القانون يطاع يعني ينفذ يعني. يبقى دور يبقى رول صفحة 111. أول سؤال هنا برضك اللي هو إيه؟ إملى الفراغات ده، عن سولار باور، الطاقة الشمسية. ماشي. إذا تكنولوجي، تكنولوجيا تستخدم الطاقة بالإنرجي فورم، شكل الطاقة ده من الشمس. The sun's heat، حرارة الشمس، and light والضوء، can be نقط into electricity، ها حرارة وضوء الشمس يمكن أن إيه؟ إلى كهرباء، يتحول إلى، صح؟ ترند. في كمان تشينجد لو تنفع برضك، ترند الإجابة هنا ترند. ماشي. ساينتس العلماء، وبعدين فعل في اي ان جي هنا، هنحط ايه؟ معوزة، وار سنتس جامع تبقى ار. ماشي. ار ويكن بيعملوا على ايه؟ طرق لاستخدام الطاقة الشمسية بدلا من بترول البقية البنزين والبترول في المركبات. سولار باور فيكلز، المركبات اللي بتدور بالايه؟ بالطاقه الشمسيه، فيها بطاريات، تمام؟ وتش ار تشارجد، تشحن باشعه الشمس. ذا بروبلم از، المشكله ان ايه؟ المشكله انه تبقى ايه؟ ذات. ذات. ذا باتريز، البطاريات، ران نقط كويكلي، البطاريات دي ايه؟ بتنفذ بسرعه، ران اوت. نشوف مع بعض هنا القطعه زي ما انا عودتك بقى كده، ادي القطعه وايه وادي كلماتها بالارقام، وسؤال القطعه بقى زي ما اتعودنا، ادي الارقام بتاعته، تمام؟ يعني دي نمبر 1 مثلا، ادي ايه ترجمتها اجمالي. نمبر 2 كلايمت، المناخ. ماشي. نمبر 3 فوسيل فيولز، الوقود الحفري. الطالب المتميز هو اللي بيستفيد من اي حاجه، يعني عندنا هنا ايه؟ ادي الكلمات بتاعتنا موجوده، تمام؟ فاحنا ايه نجيب الكلمات دي ناخدها في كراسه ونحفظها، هتنفعك في اي قطعه في اي ترجمه وكده، وما حاجه خالص، تمام؟ القطعه دي بتتكلم عن الايه؟ بتتكلم عن ان الباحثين والمهندسين وعلماء البيئه مالهم بيعبروا عن ايه؟ اهتمامهم بتغيرات فين؟ المناخ في الايه؟ الكوكب الارض كله. فالوقود الحفري ده ماله؟ اللي بيستخدم بينتج ايه؟ لانتاج الكهرباء. احتراق هذا الوقود ايماله بقى؟ ينتج غازات زي الكربون، ثاني اكسيد الكربون والميثان والنيتروجين والحاجات ديت، تؤدي الى الايه؟ الاحتباس الحراري. السيرتيفيكيشن اللي هو التصحر برضك يؤدي الى الايه؟ ارتفاع درجات الحراره. فخطوره الايه؟ الاحتباس الحراري ده دائما تسبب ايه بقى؟ تلف رئيسي لايه؟ لبيئه الكره الارضيه. معظم الناس غير مدركين بالاحتباس الحراري ده، ولا يعتبروا انه مشكله كبيره في السنوات القادمه، تمام؟ بس تمام؟ الاحتباس الحراري ده مشكله خطيره جدا، مدمرة للايه؟ على البيئة، وكمان يزعج التلوث التوازن البيئي، ايكولوجيكال يعني ايه؟ بيئي، توازن بيئي. في طاقة بدائل تانية زي الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية وكده، مالها؟ المفروض احنا نتبعها، تمام؟ ايجاد الطاقات البديلة ديت، دي احد الطرق لايه؟ لمكافحة الايه؟ اللي هو الاحتباس الحراري دوت، منذ الارتفاع الحرارة ايه في الكوكب الارض ده. الحرارة ده برضك بتسببه الايه؟ الانشطة الايه؟ البشرية. يعني اديتك ملخص سريع كده، وانت اقرأ مع نفسك كده، وطلع الكلمات ديت واحفظها، ونشوف بقى الحلول بقى كده معايا. ادي ايه بيت الكلمات هنا لحد 27، وهنا ايه الباقيين 28 29 لحد 33 كلمة. في كلمات انت اكيد عارفها، يعني هنحل مع بعض. سؤال بيقول هنا desertification، التصحر means معناه ايه بقى التصحر ده؟ هتبقى الاجابه ايه؟ clearing، تمام؟
a wide area of trees. يبقى دي الأولانية. Number two, the underlined word its refers to. its ديت اللي في القطعة، تمام؟ ايه هيت؟ its ها؟ مالها دي عايدة على مين؟ عايدة على global warming. خلاص؟ هنشوفها كده مع بعض. نمبر 3، scientists العلماء recommend، العلماء يوصوا بإيه بقى؟ يوصوا بالوقود الحراري، تقليل استخدامه reducing. نمبر 21، burning fossil fuels، احتراق ايه؟ الوقود الحراري. ماله؟ global warming يؤدي إلى يعني ايه؟ leads ايه؟ to. السؤال اللي بعده بقى هنا ايه؟ اعطي from، give from the basin antinom of constructive. constructive يعني بناء، يعني المفروض تكون ايه بقى؟ اللي هي مدمر. نشوفها كده من القطعة، كلمة مدمر من القطعة withering، W I T H E R I N G. طيب synonym of environmental يعني ايه؟ مرادف، يعني المعنى ايه اللي يدي بيئي من القطع؟ ecological، ايكو لوجيكال. نكمل بقية القطعة دي، بدأ أنا مجهزهم. which is safer، أيهما أأمن؟ using استخدام الطاقة المتجددة ولا الغير متجددة؟ طبعا ايه؟ using renewable energy. ليه بقى؟ أأمن as it is clean، نظيفة، doesn't cause pollution، لا تسبب الايه؟ التلوث. اللي بعده، do you think، do you accept أو تعارض reject having green belts، الأحزمة الخضراء around our cities، why يعني يعملوا زرع أخضر كده حوالين المدن. طبعا ايه؟ I accept. ليه بقى؟ reduce، يقلل pollution، التلوث، and the effects آثار of global warming، الاحتباس الحراري. الترجمة ده بتاعتنا بقى دي عربي، عايزين نعملها انجليزي. ها نشوف كده نعملها ازاي بقى مع بعض. دي تضطر بعض الحيوانات، يبقى انا اجيب الفاعل بتاعي اللي هو مين؟ some animals، هجيبه في الاول، يبقى some animals تضطر، يبقى ايه؟ have to، have to. ها تغير لونها، يغير يعني ايه؟ change لونها، يعني ايه؟ their colors. يعني ينسجم مع، يعني ايه؟ to match، match يعني يسير، match the، ماشي، بلون البيئة المحيطة، match the color of their surroundings. surroundings يعني البيئة المحيطة. ليه بقى بتعمل كل ده؟ ليه؟ لتحمي، to تحمي يعني ايه؟ protect أنفسها، يبقى ايه؟ themselves. ايه بقى؟ من، يبقى ايه؟ protect themselves from حيوانات اقوى، from ايه؟ stronger animals. درب نفسك عليها كده واكتبها تاني وشوف هتعملها ازاي. اخر ترجمة معانا النهارده بقى، no one can avoid، لا احد يتجنب being old، ان يكون ايه؟ ان يكون يكون كبير في السن. being old as aging، لان السن، الكبر في السن ده يعني is a natural process، الكبر عملية طبيعية، which التي تحدث gradually مع مرور الوقت، يعني بالتدريج، happens with the passing of time، ماشي، تحدث مع مرور الوقت. وكده بقى انتهى الفيديو بتاعنا النهارده.